فواز الهرمية من منطقتها الأبيض. كنا نعاني ما نعاني من رسل الإرهاب، هم دواعش يدعون بالإسلام وهو الإسلام بريء عنهم من عملهم. ما اللي شفناه من دواعش ما إنسان سواه بالكرة الأرضية ولا بالعالم كلياته. يعني كانوا يعاملون المواطن كإنسان ولا هو بشر، يعني مو بإنسان بشري. هم إسلام والباقي هذه، يعني الكافر ما يسوي بالمسلم ولا المسلم يسوي بالكافر. ابني اجوا على الطريق، بيتي على الطريق صاير كل الدنيا تعرف. فجاء واحد اسمه ابو ناصر الولداوي يضحك، بيتي على الطريق، والله عندي طفله درويشه والله موجوده للان، عمرها ما بيتجاوز يمكن 7-8 سنوات، ليش مي لابسه نقاب؟ والخيوة هي طفله درويشه، ما يجوز هالشيء هذا. فطبعا ابني عمره 22 سنه اخذوا، قال والله بدك تاخذ، عندي 10 بنات يعني، عندي ولدين. خسروني 14,000 نقابات هدوم، هذا درع ما ادري شنو ربي، هذا وجلده وابني 80 جلده. انا شخصيه لا، بس ضربوني الارهابيين المقنعين، ضربوني 3 طلقات. ايام ما تشكلت جبهه النصره والقادسيه تشكلت المسلوب، انت عبنا سرف كلمه الحق، انت شبيح، انت مع القصد، انت ما بعرف ايش، انت يتلبخوا. وانا ما طلعت من بيتي لا من بعيد ولا من تركيا ولا برات بيتي، ما طلعت. ايش قد صار تهجير؟ قاعد بارضي، قاعد ببيتي، قلت له شيء عندي ياخذ. ضربوني 3 طلقات، وواحده من هون طلعت من هون، واحده بايدي، واحده طيرت العقال من هون. والعالم كله تشهد يعني. عنده هو اللي صنع داعش، وداعش موجوده عنده. واحنا نتمنى من الدول التحالف انه يكف لا عنا اردوغان وداعشه، واحنا بلدنا وبطننا. الله أكبر، تكبير تكبير، الله أكبر الله أكبر، يعني بوش وش عم جد بوه تسعين مرة جد. كاش مالبطي وقتش تكبير؟ يك نهو وندوي جامي لبان كير جوارا نفس عتاكي در كفن در كفن در لا كفن أما وابقر ما تشكي ما وجوارا ده دقة ده دقة مجال جوارا و من دار كذا من دار كذا دارنا كذا حركة مسؤول يا أخوي وهو ده قلت جزر يوري جوكا ما قلت ما ت إيه مزم يومي دبر مع تحقيقي من راح أخذ قلت أو أم قلت ما والما تخسر إيش ما هكذا وني كم لما تخسر دورت تعالى ما ندور لا خسرناش تاني لو خرطوم يوفي هوني كاس جوفي مي غريدوي هو بده من هوي بوجا از هوني بجور بهاوي دور خسته داسك. انا اول اسمي سركيس كيبوركيا من تل ابيات حارة الارمن. ثلاث اشهر سمعت انه عم يقولوا يا هدول المسيحيين يا بدي اسلموا يا او بدي ياخذوا نسوانهم أو يدفعوا جزية من 3-1. المهم أنا أكدت، أنا جيت بعد 3 أشهر جيت لهون على تل أبيض، رحت على الجماعة قلت له خيو أنا هيك سمعت في شيء، قال مظبوط. قلت له خيو ندفع مصاري، إيش نريد ندفع. المهم ثاني نهار رحنا على المحكمة فوق، المحكمة اللي انضربت رحنا هني، كان في أمير تونسي أول مرة سلمت عليه. والمهم بعد ما سلمت عليه وسألني قال شو اسمه، قلت له اسمي فلان، انه هالمرة يعيط علي. قال انت شو سلمت عليه وليش مشان؟ قلت له شيخ يعني عادي يعني. قال ما مو عادي، شو انتو زناديق، انتو ندل. سكتنا. بعد ما سكتنا قال بكرة مو بعد بكرة تجو، هيجينا امر من امير شو اسمه بغدادي. بعد ما دفعنا 107,000 ليرة المرة حطوا شروط، قال عند الصلاة بدك سكر، قبل الصلاة نص ساعة سكر تروح على بيتك، دخان ما في، هيك شغلات يعني. المهم جيت دفعنا وجيت على البيت، بعد نهارين
انا طلعت الصبح الساعه 6 بدي اروح على السوق اجيب لي شوي غراض، اجيب سطل لبن، وطلعت انه 4 روس مقطوعين عند الدويره. والعالم غير عالمي، الكرات جابوا ذبحوا. انا شفت مره وحده عسكريه لابس لباس عسكري ذابحين، كان بنت، بعدين ذبحوا غير كتير جماعه من العرب غيره غيره ذبحوا. المهم من ورا زاد كان عندي مصاري كمان، اخذوني على الرقه، غمدوا عيني واخذوني على الرقه. بعدين بعد ساعتين ثلاثه كان بجيبي مصاري كمان، ولسه في علي اشاره كمان. ضربوني كمان. بعد ما ضربوني بساعتين ثلاثه طلعوني من السجن، طلعوني كمان غمت عيني برات البلد، شلفوني.